انتشر الفضاء في أستراليا، وكرات تسبح في هواء مانيلا، وموسيقى لكل الأجيال في الجزائر. فلنبدأ بمعرض للفنان البريطاني ديفيد هوكني بمتحف غوغنهايم بمدينة بيلبو الأسبانية. المعرض يضم 150 عملاً تتراوح بين لوحات زيتية وأخرى رسمت على الآيباد، إلى جانب سكتشات ومقاطع فيديو جميعها تعكس تأثير الطبيعة على أعمال هوكني. ويأمل هوكني في أن تساعد أعماله الناس على الاتصال بالطبيعة. حدثاً فنياً في شهر واحد، هذا بالتحديد هو عدد فعاليات مهرجان بريغنز في النمسا هذا الصيف. المهرجان الذي يحتفل بعامه 67 يقدم عروضاً موسيقية ومسرحية متنوعة في عدة أماكن بالمدينة. افتتح المهرجان هذا العام بعرض لأوبرا سولاريس المستوحى من رواية علمية للكاتب ستانيسلاو لام. والآن أمعن النظر جيداً، هذه الكرات تبدو وكأنها تسبح في الهواء، لكنها في الواقع خدعة بصرية. هذا اللون من الفنون بدأ ينتشر في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث يقوم الفنانون باللعب بكرات مصنوعة من الأكريليك بلمسات يدوية خفيفة. بعض مراكز تعليم الرقص في المدينة بدأت في إدخال هذا الفن ضمن تدريبات اللياقة البدنية. أربعون فرقة من جميع أرجاء الجزائر تشارك في مهرجان الموسيقى والغناء بمدينة عنابة. موسيقيون ومطربون يقومون بالترويح عن الجمهور أثناء شهر رمضان. كما يضم المهرجان معرضاً للصور الفوتوغرافية للمطربين الجزائريين على مر الأعوام. غادة ناصف، بي بي سي.